اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النجم الكبير والمدير الفني الكبير، واحد من الناس اللي احنا دايما بنحترمهم ومن رموز النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. ازيك كابتن فتحي؟ اهلا بك كابتن اسلام. ازيك؟ ربنا يخليك. وانا سعيد اني معاك، وسعيد طبعا في البرنامج الجميل التنس على هنا على طول، سعيد في البرنامج الجميل بيت الكبير حبيبي. ربنا ان النادي الاهلي طول عمره كبير الحمد لله، بنتشرف بيك دايما. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. وده بيتك يعني، احنا اللي ضيوف من زمان. ده انا متربي في النادي. ايوه طبعا، ما بقول لك احنا اللي ضيوف عندك. طبعا اللي كانت من شويه كانت اهم المباريات اللي لعبها النادي الاهلي في شهر اكتوبر، او المباريات التاريخيه اللي لعبها النادي الاهلي يا كابتن فتحي في شهر اكتوبر، وكانت مؤثره في مسيره النادي الاهلي. احنا داخلين بقى على شهر 11 ان شاء الله، 27 11 بقى وقضيه ممكن، وشغل جامد جدا الشهر الجاي. احنا عاملينها بادئينها بقى احنا الشهر ده بدري شويه، لكن ان شاء الله برضو الشهر الجاي تبقى مع كل شهر جديد دايما هتبقى عندنا كل الماتشات المهمه. يعني مش طبعا مش عشان شهر 11 10 او 11 12 وكل شهر، وعندنا الشهر اكتوبر برضو في ماتشات مهمه. قول لي بقى انت يا كابتن. اتحاد المانشستير التونسي اول دور ال 32 طبعا، ده ماتش، ده ماتش مهم، ده ماتش مهم جدا، ماتش مهم بداية طبعا. مدير فني اجنبي جديد وناس وصفقات جديده واسلوب لعب جديد وتكتيك جديد، فطبعا الامور كلها الناس برضو تبقى حاطه في اعتباراتها. بدايه ان شاء الله يوم 9 اكتوبر المباراه الاولى. كيف تنظر لهذه المباراه؟ اولا قبل بس ما كيف تنظر لهذه المباراه، هذا الرجل كيف راه كابتن فتحي اللي انا عارفه، يعني ان انت موجود في النادي كل يوم وتقريبا متابع او متابع دائم للتدريبات، مش النهارده بس، طول عمرك يعني موجود وبتتابع التدريبات. شفت الراجل ازاي طريقه تعامله مع الناس، مع اللعيبه، مع هل ليك رؤيه معينه تقدر تقولها لنا في هذا الامر؟ لا بص، عجبني شخصيه الراجل، يعني شخصيه الراجل في حاجه كويسه جدا، يمكن عجبتني في سريه النهارده اقامه التدريبات، حتى في سريه اقامه المباراه الوديه اللي عملها مع طلاع الجيش، مع اسوان، مع اخيرا طلاع الجيش بتروجيت وطلاع الجيش، كلها حاجات النهارده برضو بيشوف النهارده نوعيه اللعيبه، بيشوف النهارده فكر اللعيب، بيشوف النهارده شخصيه اللعيب. وفي نفس الوقت النهارده ما بيديش النهارده اتاحه فرصه للناس تشوف اسلوب لعبه وتكتيكه وادائه والكلام من ده. فده هل ده بيفرق يا كابتن؟ انا بعتبره جزء من ذكاء مدير فني. جزء من ذكاء، وخصوصا في بدايه مشواره مع اي فرقه، ان هو بيقفل على الفرقه في التمرين وفي المباريات، دي حاجه كويسه جدا عشان حتى اللعيبه ما تبقاش النهارده واقعه تحت ضغط، النهارده ماتش ودي ومش زاع ومش عارف ايه وكلام كتير لا، ده بيدي النهارده ارتياحيه للعيب، بيدي ارتياحيه للجهاز الفني في تشكيله، في اسلوب لعبه، في اختياراته، في كل هذه الامور. فحضرتك شايف ان هو شخصيه جيده؟ انا شايف ان شخصيه، حضرتك شايفه من مشاهداتك يعني، من مشاهداتي او من خلال ما بستمع بشوفه او الكلام ده كله، لا في ذكاء في التعامل بصراحه، يعني في ذكاء في التعامل، ودي البدايه. دايما مدير فني يبقى النهارده بيقفل على فرقته، اللعيبه نفسها تحترمه، الجماهير تحترمه، الاعلام يحترمه، النهارده ما بيديش النهارده حريه، النهارده ايه بيبقى اسلوبه ازاي، تكتيكه ازاي، شغله حتى في الوحده التدريبيه، سواء النهارده بيشتغل مع الديفنس وسط الملعب الفراوده، يعني في لقطات انا شفتها دلوقتي عندكم بيشتغل حاجات انديفيدوال، كلها حاجات انديفيدوال على الجول للفراوده وسط الملعب يعني. بشكل عام، بشكل عام. طيب مدير فني اجنبي اول مباراه بتلعب فريق، لسه كان معانا المدير الفني السابق للاتحاد المنستيري كابتن شهاب. نعم كابتن شهاب، كابتن شهاب كان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد المنستيري، وقال لي لا ان هو فريق جيد جدا، واحنا عارفين طبعا، لكن هو كمان اتكلم على ان هو فريق جيد جدا وواحد من افضل الفرق اللي موجوده في تونس خلال الاربع خمس سنين الاخيره. شفت تصريحات المدير الفني يا كابتن فتحي، المدير الفني لدراكوفيتش، المدير الفني لاتحاد المنستيري، بيتكلم على ان النادي الاهلي احنا ضعاف جدا، الحاجات اللي حضرتك، الحاجات المعنويه، الحاجات اللطيفه دي. بس هل ده ممكن، هل ده مقبول؟ يعني هل مقبول ان انا اروح اقلل من فريقي عشان خاطر انظر اخلي لعيبتي يسخنوا مثلا، ولا مش فاهم؟ هو بص برضو، يعني ده بيعتبر شغل مدرب. شغل المدرب النهارده بيجي زي، عارف الحرب البارده؟ حرب البارده النهارده يجي النهارده يقول لك انا ما عنديش سلاح، ده انا النهارده خاف من اللي عدو، خاف مش عارف ايه، هو كده. هو النهارده بيقول لك ان انا النهارده النادي الاهلي، النادي الاهلي قوي، لان النادي الاهلي على المستوى الافريقي واخد بطولات كتير جدا. النادي الاهلي على المستوى الافريقي، كل الدول في افريقيا عارفاها، كل المنتخبات وكل الانديه. فهو النهارده يعني ميجي يوزنها، ميجي يعمل توازن، النهارده الاهلي اقوى بكتير واعنف بكتير واحسن في كل شيء. فهو النهارده بيتكلم بواقعيه. بس احنا اتعلمنا منكم يا كابتن ان مثل هذه المباريات 50 50، اوعى ما
مهما كانت الظروف انت افضل، انا قلت حتى الكلام ده، انتوا افضل، انت احسن، انت خبرتك اكبر، كل حاجه، ولكن الملعب 11 ضد 11 حاجه مختلفه. هو طبعا بيبقى فيه هدف عند كل مدير فني، يعني هدفي مثلا ان انا النهارده مسافر تونس هلعب هذه المباراه يوم 9 بره ملعبي. النهارده ايه الاسلوب اللعب اللي هلعبه، ايه التكتيك اللي هلعبه، ايه التشكيل اللي هلعب بيه، كل هذه الامور النهارده المدير الفني بيترجمها قبل الماتش باربع خمس ايام. بيقعد فني مارسيل كولر يعني ويقعد مع اللعيبه ويتكلم ويشوف ويشرح ويجيب كل خط الواحد. انا كنت بعمل كده يعني لما كنت مدير فني كنت اجيب كل خط الواحد واقعد اتكلم معاه كل الناس عشان يبقى داخل المباراه النهارده مش واقع تحت ضغط، لا النهارده عارف اسلوب لعب الفرقه وعارف النهارده مين اللي عندهم كويس وعارف كل هذه الامور. فالنهارده المدير الفني بيتكلم النهارده النادي الاهلي، ما لازم يقول للنادي الاهلي كويس، دي حاجه طبيعيه وحقيقه يعني النهارده، بس ما يضعفش من نفسه يعني، ما بيضعفش ده الكلام ده بس ممكن يكون بيقوله اعلاميا فقط، ولكن ولكن داخل غرفه الملابس لا كلام تاني خالص، مختلف خالص يعني مختلف خالص للاعيبته، لا احنا احسن، احنا نلعب بالاسلوب كذا. وانت عارف دول شمال افريقيا دي بالذات او الانديه دي في شمال افريقيا بالذات المباراه الاولى دايما يبقى عنده حوافز عاليه قوي، وخصوصا المباراه الاولى عنده بيبقى عنده حوافز هجوميه وعنده خطه هجوميه وتكتيك هجومي وكل هذه الامور. النهارده بيستفاد النهارده من وجود جماهير، بيستفاد النهارده زي ما قلت لك من دفعه عاليه جدا للعيبه ان المباراه الاولى يعني هي دي اللي هتديك ان انت تذهب بعد كده. طيب قبل ما اكلم حضرتك عن الاتحاد المنستيري، النادي الاهلي برضو خليني عند النادي الاهلي وعند المدير الفني، مدير فني اجنبي بقاله اسبوعين او ثلاث اسابيع بدايه فتره اعداد جديده بعد اجازه معظم اللاعبين خدوها وهي الاولى من ثلاث سنين تقريبا. اللي هم لعيبه المنتخب كانوا خدوا، لعيبه المنتخب سبع ثمان لاعبين يعني، وده كان احسن يعني. اللعيبه برضه يعني كنت مع هذا القرار. طبعا لان حمل المباريات كتير جدا، ضغط المباريات كان كل ثلاث ايام ماتش، في لعيبه تحس ان حتى في الملعب مش هو مش قادرين النهارده حتى بيبان قوي في الشغل التكتيك ده هنا الباسنج الدريبلينج بيبان قوي في الحاجات دي طبعا. فاللعيب النهارده طالما ذهنيا ومجهد هتلاقي فيه اخطاء كتير، هتلاقي ان هو مش قادر حتى يقوم بالدور بتاعه يعني. فبدايه جديده لهذا الرجل مع فريق جديد او مع مجموعه لاعبين، انا شخصيا يعني انا حتى الناس قعدت تتريق عليا تقول لي يا عم اسلام احنا جايبين ثلاث صفقات مش 11، اقول لهم يا جماعه يعني احنا جايبين 11، ثلاثه اللي هم اللي هو شادي ومصطفى سعد وسافيو خلاص، وعندنا ثمان لاعبين خدوا اجازه شهر. فبعد انا بعتبر ان دول ثمان صفقات جديده يا كابتن. لا والله انا ما اعتبرش كده. ليه؟ هقول لك ليه. الثمانيه دول لعبوا وما لعبوش؟ لعبوا طبعا، عناصر اساسيه في النادي الاهلي، ولا عناصر اساسيه حتى في منتخب مصر طبعا، لكن خدوا روحها. لا طبعًا. خلاص دول النهارده ما بيقعش تحت ضغط، النهارده عايز يثبت ذاته، كانوا لانه خلاص ده بالظبط الناس كلها عارفاه والجماهير كلها عارفاه والاعلام عارفينه والجماهير وعايز يرجع لمستواه بس، والجماهير كلها عارفاه وجماهير الاهلي عارفاه. فخلاص النهارده اللعيب الجديد اللي هو ثلاث مستويات او الثلاث صفقات اللي جايين دول بقى اللي عايزين يثبتوا ان هم يعني يستحقوا الانضمام للنادي الاهلي. لا هو كان الكلام عليه يا كابتن ان النادي الاهلي، الناس شايفه ان النادي الاهلي ما عملش صفقات وكذا، فقلت لهم يا جماعه ما هو احنا عندنا ثمان صفقات بيعتبروا جداد، لان دول اللعيب انا وجهه نظري ان قفشه بعد شهر اجازه هيبقى مختلف عن قفشه قبل الشهر، شناوي بعد شهر اجازه هيبقى مختلف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو، الناس اللي خدوا اجازات، كل الناس اللي خدوا اللي هم لعبوا اللي هم كانوا اساسيين. فلما هيرجع هتلاقي علي معلول بتاع ما قبل الشهر بتاع اول السنه، مش بتاع اخر سنه اللي هو مجهد ومش قادر والكلام ده كله، مش هتلاقي محمد، هو ده قصدي، مجدي قفشه بس مش صفقه جديده. لا مش صفقه جديده طبعا. لا هم مليون في الميه مش صفقه جديده طبعا، لان هم خلاص النهارده على المستوى النهارده المحلي طبعًا. والمستوى الافريقي النهارده كل الناس عارفاهم، يعني ايه النهارده ما يعرفش مجدي امين، ما يعرفش علي معلول، ما يعرفش الشناوي، ما يعرفش حمدي فتحي، كل الناس عارفه الناس طبعًا. دي عمرو السوليه، كل الناس عارفه الناس دي، يعني النهارده ما بيقعش زي ما قلت لك، حتى لو ابتدى النهارده فتره اعداد وابتدى ماتشات مش هيبقى واقع تحت ضغط جماهير وضغط اعلامي ان هو يثبت نفسه، لسه داخل النادي الاهلي وعايز يثبت نفسه. طيب الراجل جه صفقات مع لاعبين خدوا راحه مع بدايه موسم مع كل حاجه بنعتبرها زي زمان، اللي هو احنا خدنا شهر اجازه وعملنا شهر اعداد والمفروض هنلعب بقى خش على المباريات الرسميه، كيف ينظر او كيف يتصرف المدير الفني الاجنبي على لانه هو خلي بال حضرتك برضه هو عارف النادي الاهلي واتفرج على فيديوهات وكذا وكذا، ولكن اللاعبين هو ما بقالوش الشهر معاهم. بص يعني دائما عرف كره القدم، عرف مدربي كره القدم، عرف النهارده ازاي انت بتستثمر فترات الاعداد
في مباراه وديه، المباراه الوديه كابتن اسلام بتاخدها بالتدرج. ايوه بتاخدها بالتدرج، ليه؟ النهارده زي ما انت بتقول ان هو عايز يعرف اللعيبه، عايز يعرف امكانيات اللعيبه، عايز يعرف الاسلوب الامثل للعيبه ايه، عايز يعرف كل واحد النهارده في التيم ده، فرقه النادي الاهلي دي ازاي بيعمل ايه، صح. او شغله ايه. فالنهارده بيبتدي بالتدرج زي ما قلت لك، النهارده بيبتدي ببتروجيت باسوان طلع الجيش، فكل هذه الامور بتدي له رؤيه كويسه جدا. أوكي. رؤيه فنيه للعيبه. وفي نفس الوقت هو بيفرض بقى، بيفرض اسلوبه، بيفرض واجباته على اللعيبه، الجناح هنا بيفرض طريقه لعب كمان. طبعا طبعا. يعني هو دلوقتي من المفترض ان هذا الرجل قدر يفهم مجموعه اللاعبين، حتى خصوصا بعد كمان رجوع اللاعبين الدوليين ليه، اعتقد ان هو قدر يفهم كل اللاعبين ويقدر يضع الخطه المناسبه. هي بقى بتبقى من وجهه نظره ولا لما بيشوف اللاعبين كلهم قدام عينه؟ لا، هو بيحط تكتيكه، يحط اسلوب لعب واللعيبه بتنفذ. اوكي. هو بقى النهارده بيختار اللاعب اللي ينفذ. خلي بالك برضو الاجنبي بيبقى ذكي في الحته دي. طبعا. النهارده مين بينفذ لي اسلوبي؟ مين بينفذ لي تكتيكي؟ النهارده مين النهارده بياخد التعليمات وبينفذها؟ فده اللي هيدي له ارتياحيه في اختياره حتى في التشكيل. فبالتالي هو يقدر يختار من المجموعه اللي قدامه. من المجموعه اللي قدامه. ده اللي هيعمله الفتره اللي جايه. طب ولكن برضو خلي بالك. يعني برضو خلي بالك، يعني برضو هو عارف تشكيل النادي الاهلي، وعارف طبعا الناس بتدي له طبعا خبرات والحاجات طبعاً. دي ودي مش عيب ان المدير الفني النهارده يحاول بقدر الامكان يستفاد النهارده من الجهاز الفني، من الناس اللي مسؤوله، الفرقه اللي كانت بتلعب ده وده، بيستفاد النهارده عشان يقدر على الاقل يا كابتن اسلام 70% 80% من التشكيل الاساسي يبقى متواجد. ما يقدرش يدي كيان فرقه. طبعا ما يقدرش يدي كيان فرقه والنهارده الاعلام عارفهم والجماهير عارفاهم، لا ما يقدرش. يعني هو اذا كان هناك تغيير ممكن يبقى في مركزين، في اثنين لعيبه، في ثلاثه لعيبه، وزي ما قلت لك دول اللي بينفذوا له اللي هو عايزه، اللي هو عايزه وشغله وهو فيه اللي هو عايزه. طبعا طبعا. طيب، مباريات شمال افريقيا تحديدا دايما بتبقى مباريات لها وضع خاص وتنافس شديد. ايه راي حضرتك في هذه؟ وطبعا انا يمكن عشت هذه التجارب، ويمكن مش عايز اقول لك برضو، يمكن كنت ماسك في الفريق الاول، ويمكن الافريقي التونسي في تونس برضو كنت واقع تحت ضغط جماهيري كبير جدا. والافريقي كمان. والافريقي طبعا كان عنده لعيبه كويسه جدا، وعلى المستوى فرق تونس كان كويسه جدا، ولكن انا تعاملت، يمكن تعاملت هناك في منتهى الذكاء، تعاملت في مصر في شيء وتعاملت هناك شيء اخر. تعاملت هناك طلعت درون، والماتش وصل لضربات الجزاء الترجيحيه، وكسبت هذه المباراه هناك يعني. والجماهير، جماهير الافريقي التونسي والله مش عايز اقول لك، كابتن اسلام شجعت الفرقه بعد التمرين، بعد المباراه، ان انا تخطيت هذا الدور يعني. النادي الاهلي. كانت مباراه حلوه قوي. بقول لك ضربات جزاء ترجيحيه كسبنا بيها يعني. وهنا عملت ايه؟ احنا هنا تعادلنا، وهناك برضو كسبنا بمرات يعني. هنا برضو يعني هنا تعادلنا وهناك تعادلنا. خلي بالك برضو هم بيلعبوا باسلوب، يعني في القاهره بيلعبوا باسلوب، انت عارف شمال افريقيا دايما اسلوب بيبقى حريص جدا، وخصوصا من الناحيه الدفاعيه. النهارده ازاي يستهلك الوقت؟ ازاي النهارده يخليك؟ ما زالت الامور دي موجوده لغايه دلوقتي يا كابتن. طبعا دول شمال افريقيا في الحته دي لا مميزين فيها جدا، ودايما بيلعب على الوتر النفسي، يعني حاجه بقى النهارده العامل النفسي، عارف ان في جماهير، وعارف ان جماهير هتستعجل اللعيبه وهتستعجل الفرقه وهتقعد تنادي وتقعد تستعجل، فهو بيلعب على العامل النفسي ده برضه مهم جدا في المباريات زي كده. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير والمدير الفني الكبير كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك، كل ما بيعوزه الاهلي بيلاقيه، كل ما مدير فني بيمشي هو بيجي بيسد مكانه، وبيجي بيعمل لقاءات جامده وبيقف كاني مدير فني اجنبي. مبارياته بيمسك في اوقات صعبه، والحمد لله بيكمل المسيره على اجمل وجه، وهو كان لعيب كبير ومدرب كبير، في اوقات صعبه النادي الاهلي بيحتاجه بيلاقيه. هم دول ولاد النادي، هم دول المدربين الاكفاء. كابتن فتحي مبروك غني عن التعريف، وقت الصعبه في الظروف الصعبه بتلاقي راجل بجد. طبعا كابتن فتحي مبروك غني عن التعريف، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، طبعا هو مصعد كابتن رمضان صبحي وكابتن كريم بامبو، وعامل انجازات مع النادي الاهلي، ومشرف النادي في افريقيا وقدوه يعني في التدريب. اقول له بصراحه ان هو يعني كابتن مبروك ده افضله كتير قوي كلاعب وكمدرب،
ودايما بيجيبوه في الازمات. خلي بالك دي مهمه جدا، يعني هو وكابتن زيزو دايما بيجيبوه في الازمات بس، لان هو يعني 100 100. كابتن فتحي مبروك، من احسن الكباتن اللي مسكت فرقه النادي الاهلي في الفترات الانتقاليه، كان ايام فتره التنقلات الكتير جدا بين مدربين، فادى اداء كويس جدا، والماتش كسب الزمالك 2-1 وكسب ماتشات كتير جدا مهمه. كابتن فتحي مبروك، احب اوجه له كل الشكر وكل التحيه للفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وهو مدير قطاع الناشئين كمان، كان طلع ناشئين كويسين جدا جدا فتره اللي هي كريم بامبو والناس دي، برضو طلع ناشئين كويسين جدا. وكابتن فتحي مبروك احب اوجه له كل الشكر. يعني كابتن فتحي مبروك يعني كابتن عظيم، واشتغل مع الجوهري وكان ماسك ناشئين الاهلي، وشخصيه عظيمه في الكوره يعني، وكان مره مسك ماتش، كان مره مسك الاهلي في ماتش حرس الحدود وكسبنا 4-0، وادى اداء كويس يعني مع الاهلي، وخرج ناشئين كتير. طيب، ده كان كلام مهم طبعا لكابتن فتحي مبروك، نجم كبير واسطوره كبيره من اساطير النادي الاهلي، ويشرفنا دايما ان هو يكون معانا في كل حلقات البيت الكبير. راجل محترم الحقيقه، ودايما بنستفيد من وجوده معانا كابتن فتحي، يعني حب الجمهور ده لا يقدر. دي انا بشكرهم جدا جدا. يعني الناس بتتكلم بواقعيه، الناس بتتكلم بصراحه، الناس بتتكلم عندها عشق اولا للنادي الاهلي، عندها عشق للنادي الاهلي، وعندها عشق النهارده اي مدير فني، اي مدير فني مصري النهارده بيمسك نادي الاهلي في توقيتات صعبه جدا، بيعمل بطوله، بيعمل انجاز، وبيعمل مباراه كويسه. فانا كل الشكر والتقدير للجماهير المصريه العظيمه، جماهير النادي الاهلي دي اللي اتكلمت على فتحي مبروك كويس بصراحه. انا اخر كابتن فتحي برده النهارده، كان بالمناسبه قبل ما اخش تاني على الاهلي والمنتخب والكلام، النهارده كانت في مباراه منتخب مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد. لا بصراحه لا، ما اتفرجتش عليها خالص. 6-3 ايه؟ 6-3 لا، مانشستر سيتي فرقه كويسه، فرقه خلاص النهارده عندها خبرات، النهارده بقت فرقه النهارده متمكنه في الدوري الانجليزي. يعني النهارده بتقدر تشوف فرقه النهارده بتلعب كره باسلوب، عارف الاسلوب اللي سهل جدا، والوصول للمرمى بطريقه سريعه. لا، فرقه مانشستر سيتي. هل كنت تتوقع نجاح هالاند بهذا الشكل؟ نجاحه بهذا الشكل الكبير جدا، يعني 14 جول في 9 ماتشات او في 8 ماتشات. ما هو حسب النهارده وجود النهارده التلت الهجومي زي ما قلت لك، هدافين ولا مش هدافين، عندهم النهارده حاجات جمل بيعملوها النهارده، جمل حافظينها، الضربات الثابته، كل هذه الامور بتستثمر النهارده في وجود عدد كبير من الاهداف زي ما بتقول يا كابتن. يعني النهارده خلي بالك، وبعدين النهارده برضو ضعف النهارده الفرق، الخطوط الدفاعيه ضد الفرق اللي بتلعب معاها غريبه جدا الموضوع ده برضه. يعني النهارده مانشستر يتغلب 6 6 ويجيب 3 6 ده في دور في 6 لا انا قصدي النهارده في هزه دفاعيه جامده، 6 اهداف لا كتير قوي. وعندما سئل تنهاج على المدير الفني طبعا لمانشستر يونايتد على رونالدو، قال لهم انا ما رضيتش عشان ما ضيعش تاريخه، مش هنزله. والله قال كده، ده صريح. هو دايما على فكره بينزله في تلت ساعه، ما نزلوش، قال لك انا ما نزلتوش، وبينزله في تلت ساعه نص ساعه. انا اتفرجت على مانشستر يونايتد قبل كده، بينزله في تلت ساعه في نص ساعه الاخيره يعني. حتى غالبا ما عندوش قناعه قوي برونالدو، غالبا الله اعلم، ما اقدرش افتي في حاجه زي كده. ليه؟ ما هو لما كان رونالدو عايز يمشي قعدوه، كان عايز يقعده وفضل مقعده، وعايز يعني انت اتفرجت على مانشستر يونايتد قبل كده، كان بيلعبوا في النص ساعه الاخيره، في التلت ساعه الاخيره. صحيح. طيب، هل تفتكر ان هالاند هيكمل بهذا الشكل؟ هدفين وثلاثه، هدفين وثلاثه كده، ده 14 جون في 9 ماتشات، يعني لو فضل ماشي كده ممكن يجيب 60 70 جون. ممكن. ما هو زي ما قلت لك، هي بتبقى اسلوب لعب، تكتيك. النهارده العناصر اللي عنده، هل العناصر اللي عنده النهارده عندها النهارده الحواجات النهارده التكنيك عالي جدا لتسجيل اهداف؟ عنده كتير لعيبه كتير جدا، عشان بقول لك النهارده بيكسب 6 مانشستر يونايتد 6. لا، يبقى النهارده في فكر، في الفكر مدير فني، وعنده اللعيبه اللي بتطبق هذا الفكر، وعنده اللعيبه اللي عندها المواهب في التسجيل. طيب، نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي، بثلاث صفقات استطاع النادي الاهلي ان هو يبرم هذه الصفقات حتى الان. رسميا تم الاعلان عن ثلاث صفقات، برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد. راي حضرتك؟ هو بص، طبعا النادي الاهلي يمكن لجنه التخطيط طبعا مسؤولين عن حته التعاقدات دي طبعا. حاجه بتبقى ايجابيه، وهم شايفين احتياجات الفريق الاول، فخلاص هم النهارده عملوا الثلاث صفقات دول. ولكن النهارده الثلاث صفقات دول يا كابتن هيبانوا بقى، خلاص المدير الفني يقدر النهارده يشوف اللعيبه دي
النهارده يقدر النهارده يلعب الماتشات الوديه اللي جايه، الماتشات الرسميه، يقدر النهارده يديك النهارده نتيجه فعلا الصفقات دي يستحق النادي الاهلي ولا لا. يعني في صفقات كتير جدا كانت، مش عايز اقول لك يعني، مش عايز ادي امثله واسماء عشان ما حدش يزعل مني، كانت مكسره الدنيا في انديتها وجات النادي الاهلي لا اقل جدا من المستوى اللي كانت فيه في انديتها. فالنهارده النادي الاهلي ما يكون فيه شادي روحه كويسه، عنده عزيمه، عنده باور، بيتحرك كويس، لا يقدر يعني يقدر، وخصوصا مركز راس الحرب عندنا يمكن في النادي الاهلي في احتياج لمركز راس الحرب. يعني في احتياج لمركز راس الحرب. ومصطفى ميسي طبعا من اللعيبه الكويسه، اللعيبه المهاري جدا، اللعيبه اللي بيقدر برضه في الثلث الهجومي يبقى عنده حلول فرديه. عنده حلول فرديه كويسه قوي، فيقدر برضه. اتمنى ان الصفقات دي ان شاء الله كده تبقى النهارده تدي تقل لفرقه النادي الاهلي. برونو احنا لسه ما شفناهوش. لا لسه ما شفناهوش، ما نقدرش نحكم عليه. ولكن من الفيديو اللي شفته ليه اهداف وبتاع، راي حضرتك فيه؟ انا ما اقدرش احكم عليه لانه ما شفتوش فعلا. يعني ما اقدرش، ولكن ده برازيلي. البرازيل دايما بيتمتع بالمهارات العاليه جدا، برؤيته الحلوه قوي في الملعب، بالحاجات زي ما قلت لك اللي فيها النهارده الشق الانديفيدوال، الحاجات النهارده مهاريه كلها، عايز يعدي النهارده، عايز يعمل حاجه النهارده، عايز يعمل باسنج النهارده، حاجات كويسه مهاريه يقدر يستغلها برضو الفتره اللي جايه ان شاء الله. تقييمك للموسم اللي جاي يا كابتن في ظل ان معظم الانديه دعمت بصفقات قويه جدا؟ بص يا ابو الكباتن، التدعيم ده حاجه خلاص مفروضه للانديه. يعني اي نادي النهارده بيستثمر فتره الراحه، بيستثمر فتره الاعداد في وجود تقرير مدير فني. ما هو النهارده الصفقات بتيجي عن تقرير مدير فني. مدير الفني بيقول انا الاحتياجات، انا عايز في المركز الفلاني عايز كذا وكذا وكذا وكذا. وزي ما قلت لك النهارده المقابل المادي، المقابل النقدي بيحرك اللعيب، يعني بيحرك اللعيب النهارده للاتجاه للفرقه اللي عايزها. وبعدين هو عايز برضه يروح فرقه النهارده على نطاق الدوري ممتاز، تكون ليها سمعه كويسه، ليها جماهير، ليها اعلام. النهارده بيبقى عنده دوافع اللعيب برضه. اللعيب النهارده دخل النهارده في منظومه الذكاء، ما يروحش اي فرقه، لا يروح الفرقه النهارده اللي هيكسب منها. اللي هيكسب النهارده اسم تاني، هيضيف على اسمه اسم جديد. زي ما قلت لك المقابل المادي برضه حاجه تانيه. وفي نفس الوقت مجلس اداره والناس المسؤولين عن كره القدم في اي نادي بيخلوا اللعيب ده يروح. اللي حضرتك شايفه كده، مين الفرق اللي انت شايف ان هي عملت تدعيمات قويه ممكن جدا تنافس بيها؟ هو ما تقدرش نقول منافسه، لا يعني ما نقدرش نقول نافس، ولكن في فرق عملت تدعيمات، فرق جابت يعني صفقات، بس الصفقات دي في حدود استراتيجيه النهارده مدير فني ومجلس اداره، ان انا عايز اوصل لمركز خامس، سادس، سابع، فالصفقات النهارده بتتناسب مع المراكز دي، مراكز او الاستراتيجيه اللي عايزينها. في النهارده تاني يقول لك انا عايز انافس على الدوري، عايز اخش المربع الذهبي، فبيجيب الصفقات النهارده تتناسب مع الهدف اللي عنده. يعني الهدف الاول طبعا. طبعا النهارده هروح ادفع مثلا في 50 مليون في لعيب وانا النهارده مركزي مهزوز في مركز اخير؟ لا طبعا. فالنهارده الصفقات النهارده بتعادل انت عايز ايه في الدوري الممتاز، عايز تقعد، عايز النهارده تبقى في مركز خامس، عايز سادس. يعني فيوتشر النهارده عنده صفقات كويسه جدا. بيراميدز عنده صفقات كويسه، النادي الاهلي النهارده عامل صفقات كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي الحمد لله عنده عدد كبير جدا من اللعيبه، وعنده وفر كبير في جميع الخطوط. يعني هل هناك مراكز اخرى من الممكن ان النادي الاهلي يدعم فيها؟ لا انا مش شايف، لا بصراحه لا. للنادي الاهلي ما تيجي النهارده تستثمر النهارده حتى قطاع الناشئين، هتلاقي لعيبه تقدر النهارده خش النهارده الدرجه الاولى. وشفناه احنا ماتشات كاس اشرف مثلا، وشفناهم لعيبه كويسين ولعيبه على مستوى ولعيبه عندها ثقه، وكل ما اللعيبه دي بتعيش في جو الفريق الاول هتلاقي ثقات كويسه جدا، وهتلاقي فنان زادت. شو انا بقول ايه؟ ما تعيش في جو الفريق الاول، يعني تبتدي تاخد تشتغل مع تشتغل تمرين، تشتغل، هتلاقي اللعيبه دي زادت مستواها الفني. طيب نزلنا الشارع عشان نسال الناس عن صفقات النادي الاهلي الجديده ورايهم في هذه الصفقات، ونرجع نكمل، شوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. صفقات كويسه طبعا، شادي وسعد وميسي وسافيو ورجوع كهربا، تمام. وكنا محتاجين حد جنب علي معلول برضو. الاهلي بيرجع لامجاده، ومرحب بالصفقات الجديده لان ده عمليه تفكير
منظم، عمليه اداره، عمليه فن. فاحنا بنرحب بالناس دول وهيثبتوا وجودهم باذن الله، والاهلي هياخد بطولات باذن الله. احمد سعد ميسي طبعا لعيب كويس كان مع سيراميكا كليوباترا، برونو صافيو ادينا هنشوفه برضه هيعمل ايه، وان شاء الله يعني خير. يعني النادي الاهلي بصراحه اليومين دول يعني عنده صفقات قويه، انا شفت كل اللي جابهم، شايف لهم موتوشه وشايفهم ما شاء الله، يعني الاهلي السنه دي هيبقى اقوى فريق في الدوري. برونو صافيو، احمد ميسي، شادي حسين، كلهم لعيبه كبار، وان شاء الله الاهلي النادي الاهلي نادي كبير، وربنا يكرم ياخد الدوري السنه دي. نادي رقم واحد على الكوكب. احنا كنا محتاجين نجيب مهاجم اجنبي كويس، وكنا محتاجين نجيب مدافع برضو جنب الاثنين الموجودين، بس السافيو كويس، وشادي حسين كويس، وميسي كويس، وعوده كهربا طبعا هتبقى مفيده جدا جدا لينا. صفقات ممتازه طبعا، و10 على 10، بس يا رب ترجع روح الفانيله الحمراء تاني اللي احنا بنطلبها في الاداء. بس صفقات الاهلي السنه دي مختلفه شويه، يعني السنه دي احنا ما جبناش صفقات كتير، بس على الاقل احنا جبنا كواليتي بتاعت لعيبه كويسه. واتمنى الصفقه الاخيره اللي هي بتاعت مارسينيو دي تتم، لان بصراحه مارسينيو لاعب مهاري حريف برازيلي طبعا، مع كهربا رجوعه، مع الصفقات، مع الاعارات اللي احنا قطعناها ورجعت، حاجه كويسه جدا. من الواضح ان هناك يعني اطمئنان على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اقتناع اقتناع كمان بالصفقات، واقتناع ان شاء الله بمستوى النادي الاهلي. اصل البعض كان الاول بيتكلم على ان احنا صفقات قليله، ما قليله بس النهارده انت زي ما قلت لك قليله، بس كام اصلا يا كابتن؟ بس انت محتاج ايه؟ بالظبط، ما انا ما اقدرش النهارده اجيب 10 صفقات، انا مش محتاجهم. صح، انا بقول لك ان الحمد لله فرقه النادي الاهلي فيها في كل مركز اثنين في صفقات النهارده، صفقات بتتم النهارده. ايه المراكز اللي انت عايزها؟ ودي زي ما قلت لك بتبقى رؤيه مدير فني او لجنه التخطيط او الناس اللي بتعيش في جو كره القدم في النادي الاهلي. فالنهارده كل هذه الامور بتتم عن طريقهم، ما تتمش النهارده وخلاص. ما اقدرش اجيب 10 صفقات وانا مش محتاج، انا محتاج النهارده 2 3 4 حلوه قوي كفايه، مش لازم بقى طبعا الكم، لان عندك النادي الاهلي موجود. يعني زي ما قلت لك لو جيت في كل مركز، في كل مركز هتلاقي 2 3 في كل مركز. بس السنه اللي جايه يا كابتن انا برضو عندي دائما هذا التخوف، السنه اللي فاتت واللي قبلها سبب من اسباب خساره النادي الاهلي دوري هو التحكيم في مصر. هل من الممكن ان يتم تجاوز هذا الامر خلال هذا الموسم ولا لا؟ الموسم هو القادم يعني. هو قطعا يمكن برضو يعني بنقول كل سنه كده قطع لجنه الحكام هي برضو بتاخد كل المؤشرات اللي عايش في الراي العام والاعلام والجماهير وكل دي بياخدها يحطها الموسم الجديد. كل هذه الامور في الموسم الجديد بتقدر تعالجها، عشان النهارده ما بقاش فيه جمعه الحكام، ما بقاش فيه جمعه لجنه الحكام، مش فيه النهارده في لجنه الحكام النهارده حد اجنبي هو اللي بيقود لجنه الحكام. فطبعا كل هذه الامور لازم بيترجم له، لازم بتوصل له هذه الامور عشان يقدر يعالج الاخطاء التحكيميه اللي وقعت السنه اللي فاتت ادت الى خساره النادي الاهلي البطوله. فكل هذه الامور انا شايف انها حاجه ايجابيه، ان هم عارفين دلوقتي ان في كان هجوم على لجنه الحكام، ان الاهلي خسر بطوله الدوري بسبب التحكيم. طيب راي حضرتك او تقييمك لرابطه الانديه المحترفه في الموسم الاول السنه اللي فاتت؟ لا هم شغالين كويس بصراحه، يعني شغالين كويس وعاملين نظام كويس، وحتى في دوري الدرجه الثانيه الدوري الاولى عاملين برضو دوري محترفين، فهم بيحاولوا بقدر الامكان. لا هو رابطه الانديه مالهاش علاقه بالدوري الممتاز فقط، دوري الدرجه الثانيه هيتعمل له ما انا بقول لك كده، هيتعمل له كده. فطبعا هم بيدرسوا كويس قوي، بيدرسوا الامور كويس قوي، وعندهم ايضا حاجه عايزين ينهضوا بكره القدم المصريه ويبقى ليهم بصمه دائما ان هم عملوا حاجه جديده. يعني كاس الرابطه. كاس الرابطه دي كانت حاجات من الحاجات بتاعتهم. بتدينا ان احنا نعرف، بتدي الانديه كلها ان تشوف ناشئين بتوعها. وبتدي الانديه تشوف ناشئين، وبتدي الانديه تبقى عايز تريح زمن، تريحت كمان 8 في النادي الاهلي. بتدي برضو فتره النهارده، يعني فترة النهارده تقدر تشوف الناشئين زي ما انت قلت، فترة النهارده تشوف لعيبة جديدة. معظم الفرق الحقيقة في كاس الرابطة كانت بتشرك ناشئين، اشتغلوا على الناشئين كل الفرق. وده حق مشروع، وحق النهارده كاس الرابطة برضو مش هدف كبير قوي. أوكي. يعني مش هدف كبير قوي عند الأندية. في النهارده الأندية بتدي النهارده اللي عنده قطاع ناشئين كويس بيقدر يستثمر قطاع الناشئين في وجود 3-4 لعيبة بيقدر يشتغل بيهم. هل هناك تنسيق ما بين اتحاد كره القدم وما بين الرابطه في ظل الامور اللي احنا شايفينها؟ يعني في الاول دايما كنت تلاقي
ان اتحاد الكوره عنده خناقات دايما مع الرابطه والرابطه عندها خناقات. هل السنه اللي فاتت شفنا هذا التنسيق؟ لا لا غالبا هيبقى الموسم الجاي فيه تنسيق غالبا غالبا. برضه بص اي سلبيات بتبقى في الموسم ده لازم السلبيات بيحاولوا تداركها الموسم القادم عشان ما يبقاش فيه هجوم على اتحاد الكوره، ما يبقاش فيه هجوم على اللجنه بس. فالامور كلها بتتم في نطاق النهارده بتتناقش بدري. يعني تتناقش بدري، ما تجيش النهارده في خلال المباراه تتناقش، لا شوف انت ايه السلبيات وحاول تعالجها بدري بدري يعني. طيب برضو من الفرق يا كابتن اللي احنا دايما بنتكلم عنها الفرق الصاعده، حرس الحدود، الداخليه، واسوان. اسوان الثلاث فرق دول، هل دايما احنا عندنا قاعده بتقول الصاعد هابط؟ مش شرط. مش شرط. لا لا لا، مش هم كمان عاملين يعني. الداخليه عامله حاجات كويسه، صفقات جيده، اسوان عامل صفقات جيده ايضا، بقيه الفرق عامله صفقات جيده، وبالتالي هل الثلاث فرق دول ممكن يقعدوا السنه الجايه في الدوري؟ هو بس طبعا يعني ما تيجي تبص النادي الشعبي مين؟ اسوان. اسوان. اسوان شعبي النهارده عنده حرس الحدود. عنده برضه خلي بالك امكانيات، يعني عنده امكانيات النهارده جماهيريه كويسه جدا، عنده امكانيات ممكن تساعد، فممكن كابتن ربيع ياسين برضه وكابتن ربيع، فممكن كابتن ربيع يستثمر يجيب صفقات كويسه، وزي ما قلت لك النهارده رؤيه المدير الفني احتياجاته ممكن يجيب صفقات كويسه. زائد زي ما قلت لك الدعم الجماهيري للفرقه برضو من الحاجات الايجابيه. يعني احنا نفسنا دايما نشوف الانديه الشعبيه، ونفسنا نشوف انديه الشركات وكل حاجه، ولكن الانديه الشعبيه بتثري الحقيقه الدوري. لما يبقى عندك اسوان بيلعب الاهلي مثلا، والمفروض لو في جمهور كنت تلاقي استاد اسوان ده مقفول. كنت استاد اسوان مليان، ما انا حضرت الحاجات دي كلها. فطبعا اتمنى عوده الجماهير طبعا عشان تقدر تستثمر فعلا الوجود الثلاث فرق اللي طالعين دول. حرس الحدود يمكن ما عندوش جماهير برضه، ما تقدرش، الداخليه برضه يمكن قليل جدا، ولكن النهارده النادي الشعبي اللي عنده اسوان عنده النهارده عنده جماهير كتير جدا في استاد اسوان، ده بيبقى مليان ما شاء الله. كابتن ربيع، هل من الممكن ان احنا نشوف تجربه نجاح جديده لكابتن ربيع ياسين مع اسوان؟ اتمنى الكابتن ربيع يبقى يعني الاستفاده برضو خلي بالك اتفضل ان هو مسك فرقه بتروجيت فتره طبعا. الاستفاده دي بترجع كويس جدا جدا على مدير فني، ان انا بستفاد جوانب فنيه، بستفاد النهارده معامله لعيبه، بستفاد النهارده الترابط بيني وبين الجهاز، بستفاد النهارده ازاي اتعامل مع مجلس اداره احقق الهدف اللي انا عايزه، بستفاد النهارده معاملتي مع الاعلام مع الجماهير، كل دي واقع الكابتن ربيع هيستفاد، لان النادي اسوان نادي شعبي، نادي شعبي ونادي جماهيري. فلازم النهارده يبقى هو عنده هدف كمان ان النتائج تبقى ايجابيه كويسه جدا. كابتن رضا شحاته مع الداخليه تعتبر ممكن ينجح؟ كابتن رضا كويس، كابتن رضا برضو خلي بالك كان مع الجونه كويس جدا. وبرضو من دايما لما مدير فني بيتنقل من نادي لنادي بيبقى عايز يثبت، يبقى عايز يثبت النهارده ويستحق فعلا ان هو يمسك يبقى كوتشنج الفرقه دي او كوتش الفرقه دي. فالداخليه على فكره من الفرق الكويسه جدا، الفرق اللي دايما تحس ان عندها نظام، تحس ان اللعيبه النهارده واقعين تحت نظام، محطوط النظام النهارده بيمشي عليه كويس جدا جدا. كابتن احمد ايوب مع حرس الحدود. الكابتن احمد ايوب بيشتغل معايا في الفريق الاول، بيشتغل معايا في الفريق الاول وانا شخصيا مبسوط ان الكابتن احمد ايوب مسك الحرس الحدود، لان احمد برده مسك قبل كده وعارف الفرقه دي كويسه وعارف الناس اللي مسؤوله هناك. يعني عارف الناس كويس جدا وبيقدر يتعامل معاهم، وهو شخصيته يقدر يتعامل مع اللعيبه كويس جدا. ثلاثي اهلاوي كابتن ربيع طبعا، كابتن رضا شحاته وكابتن احمد ايوب. احمد ايوب هل من الممكن ان النجاح يحالفهم من وجهه نظرك؟ ان شاء الله اتمنى ذلك. اتمنى ذلك. لا في ظل الصفقات اللي بتحصل وفي اسوان وفي حرس الحدود وفي الداخليه. بص كل ده لا يعنيني. فعلا؟ يعنيني زي ما قلت لك النهارده. انت النهارده بتحاول يبقى في اقناع اللعيبه للمدير الفني. اوكي. يعني اللعيبه دي النهارده بتبقى مقتنعه بفتح مبروك. اوكي. هتنفذ له اللي عايزه. اوكي. مش فارق. قناعه بالمدير الفني. اوكي. قناعه بالمدير الفني، قناعه المدير الفني دي مهمه جدا. وبعد كده بقى المدير الفني النهارده اما بيلاقي قناعه من اللعيبه ويلاقي اللعيبه النهارده خلاص بتستجيب، النهارده بيقدر يدعم الفرقه. بيقدر النهارده يجيب لهم النهارده يعمل لائحه كويسه، عامل النهارده مكافئات كويسه. صح. لا بتبقى الامور كويسه جدا جدا، والعامل النفسي مع اللعيبه بيؤدي الى نتائج ايجابيه. نتائج ايجابيه كويسه يعني. وايضا تجربه جديده لكابتن احمد كشري مع امبي. رايك؟ هو امبي طبعا الفتره اللي فاتت كان فيها هزه جامده قوي 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 يعني، فالكابتن كشري برده من الناس الكويسين، اشتغل برده يمكن في الانتاج فتره كبيره كويسه. اشتغل في الانتاج وعنده خبره، يعني المهم يبقى عنده الخبره. والمهم زي ما قلت لك الخبره النهارده بتؤدي نتائج ايجابيه،
لان اي نتائج النهارده سلبيه بتؤثر على المدير الفني وتؤثر على الفرقه، بتحصل هزه في الفرقه. اه يعني هي كلها طبعا اسماء. انا كابتن بعيد، انا كابتن ربيع طبعا نجم كبير ومدير فني كبير وقدير وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على حتى سنا ايوب ورضا وكشري، الثلاثه في سن قريب يمكن اكبرهم. فنتمنى لهم، انا شخصيا ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، مع علي ماهر، مع احمد سامي، مع المجموعه اللي موجوده، كابتن عبد الحميد بسيوني في لما كان ماسك سموحه ودلوقتي مش موجوده، كان انا بتكلم على كل المديرين الفنيين اللي هو في سن الشباب كلهم التلميذ على ايدك يا كابتن برضو. والله الحمد لله. بص، دائما دائما المدير الفني زي ما قلت لك شخصيته بتفرض بتفرض النهارده سياستك انت عايز ايه من الفرقه دي، وزي ما قلت لك التعامل النفسي مع اللعيبه بيؤدي ان انت النهارده بيبقى فيه استقرار، بيؤدي ان اللعيبه النهارده بتلعب بروح النهارده لو في عندها قناعه للمدير الفني واسلوبه وتكتيكه بيبقى عندها قناعه. قناعه اللاعب والمدير الفني طبعاً هي الاهم في اي طبعاً شيء. دي وجهه نظر الكابتن فتحي مبروك، ولكن خلينا هنكمل كلامنا، نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه كابتن فتحي مبروك لفيتوريا وكيف يرى فيتوريا في من خلال مباراتين او اول مباراتين وديتين، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، منتخب مصر ومرحله جديده بعد انتهاء مرحله كارلوس كيروش واختيار روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، كيف ترى هذه المرحله؟ هي طبعا المرحله دي يمكن من احسن الناس اللي استفادت في هذه الفتره مستر فيتوريا. فعلا؟ ليه؟ طبعا قبل الدوري هو جه قبل الماتشات الوديه بقد ايه؟ على الاقل بثلاث شهور. لا بشهر. شهر ونص، شهرين يعني. انا قصدي كان عنده متسع كويس جدا، بدليل ان هو تم اختيار اللعيبه، بدليل انه عمل معسكر. طبعا ومعسكر برضو بتفرق قوي، لان منتخب مصر الاول ما عملش معسكرات بقاله فتره طويله. فطبعا هو عمل ماتشين برضو زي اي مدير فني، النهارده بازم يستطلع النهارده، بيجيب النهارده ماتشات وديه. النهارده ماتشات مستوى رابع، يعني النيجر ليبيريا مستوى رابع. مظبوط. فده يعني اي مدير فني بيمشي بالتدرج لازم طبعا يمشي بالتدرج النهارده في التعامل مع الفرق. فالنهارده هو عمل ماتش النيجر ليبيريا وكسب الاثنين. المكسب في حد ذاته يمكن اهم من الاداء. برضه بنتكلم فعلا؟ في واقعيه. طبعا حتى في البطل ودي طبعا. ليه النهارده لو انا اتغلبت ماتش ودي هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ كده كده في اول تجربه هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ هتهاجم بالاعلام وهتهاجم بالجماهير، والناس مش هتبقى مقتنعه بيه والاعلام مش هيبقى مقتنع. ولكن اذا كان زي ما قلت لك النهارده عمل ماتشين مع النيجر ومع ليبيريا وبيكسب النهارده، كل دي النهارده النتائج هي اللي بتؤثر على الحته دي. في مسيره النهارده فيتوريا مسيره كويسه، اختيار اولا مستوى رابع زي ما قلت لك، في نفس الوقت مكسب كويس جدا. أوكي. في نفس الوقت برضو العناصر، وبالنهارده يمكن حتى في الماتشين كان بيثبت التشكيل. وان كان هناك برضو بعض التغييرات في بعض اللاعبين، وهو ميال لاسلوب على فكره مسلوب او تكتيك 4-3-3. يعني بيستثمر حد من الناس اللي موجوده زي مثلا احمد سيد زيزو. اوكي. لعب وسط ملعب ثالث مع طارق حامد ومحمود حماده. برضو امام عاشور اما لعب الماتش الثاني استثمره برضو ان يلعب في وسط الملعب. فهو واضح ان هو بيميل دائما لتدعيم وسط الملعب ويشتغل بيه 4-3-3، بيلعب 3-3 في الهجوم، 2 على الاطراف، 1 راس حربة يعني. طيب تفتكر ان فيتوريا مش مركز مع الاعلام وماشي بدماغه، ولا شايف ازاي؟ هو ده عشان ماتشات وديه. يعني عشان ماتشات وديه، وزي ما قلت لك خلي بالك كل حاجه بتوصل للمدير الفني الاجنبي يا كابتن اسلام. طبعا. يعني النهارده بيبقى معاه النهارده بيترجم له، حد النهارده بيقول له ده الاعلام بيقول كذا، الجماهير مش عاجبها كذا، كل دي بتوصل معلومات. وانت فاكر المدير الفني النهارده بس قاعد كده وخلاص. لا. كل كبيره وصغيره بتوصل له، طب اختياراته الفنيه شفتها ازاي في مباراه النيجر وليبيري؟ والله بص، هو الاختيارات زي ما قلت لك يمكن يعني ما تقدرش تقول فيها مفاجآت، ولكن يمكن وسط الملعب محمود حماده من اللعيبه برده كويسه، وان هو استثمره النهارده. هو نفسه كمان اتكلم عن محمود حماده، قال لك يعني عنده 28 سنه وعمره ما راح منتخب مصر، بقاله 8 سنين فين؟ ما هو النهارده، ما عشان كده بقول لك النهارده رؤيه مدير فني في اختيار لعيب او 2 لعيبه او 3 لعيبه برده من الحاجات الايجابيه. كويس. يعني مستر كروش لما كان ماسك ما عملش نتائج،
ووصل يمكن نهاية افريقيا واتغلب من السنه الفجأة. ولكن الناس مسكت ايه قالت لك لا ده خد صفقه خد ناس جديده محمد عبد المنعم ومحمد حمدي ومش عارف خد ناس جديده وعمر كمال وعمر كمال. فكل دي الامور دي النهارده هو درس كويس جدا مع طبعا الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات قطع ليهم دور كبير جدا في اختيارات دي على فكره، لان 70% زي ما قلت لك 80% من الاختيارات دي ده كان تشكيل موجود لمنتخب مصر يعني ما زودش حد. هو يمكن محمود حماده هو نفسه اتكلم عن محمود حماده، ما انا بقول لك يمكن الحته دي برضه هو خلاص بقى من متابعه المباريات بيبان ان اللعيب ده كويس بيجيب خلاص. هل هو قادر يا كابتن على ان هو طموح يقدر يحقق طموح الجمهور المصري في كاس افريقيا وفي كاس العالم وصول بس لازم اتحاد الكره يساعده. دي اول حاجه. هو عايز مساعده اكتر من كده ايه لازم لا ما انت برضو خلي بالك في مدير فني النهارده عايز قبل مباراه رسميه عايز اسبوع معسكر. اوكي انت النهارده لازم تعمل بلاننج النهارده في الدوري النهارده ان في فتره توقف كذا وكذا وكذا وكذا. اوكي عشان تقدر النهارده تدي صلاحيه للمدير الفني يشتغل. مدير فني يجمع لعيبه، المدير الفني النهارده عايز يشرح اسلوبه وتكتيكه، عايز النهارده اللعيبه تعيش مع بعض. ما يجيش النهارده قبل الماتش بيوم تقول لي هنبات النهارده وبعد كده ماتش يلعب الماتش ويلعب الماتش لا. فالنهارده الجوانب الايجابيه دي اتحاد الكره لازم يساعد، لان اتحاد الكره برده بيدي رونق جميل النهارده ان المدير الفني يشتغل بارتياحيه. هل حضرتك مع تعيين مدرب مصري مع هو كان رافض تعيين مدرب مصري وبعد كده رجع وقال اوكي مفيش مشكله بس مش هيقعد في يتعلم بس؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه يعني ايه يتعلم. هو قال كده ما اعرفش يعني ايه يتعلم. اتعلم منه يعني. ما انت النهارده مدرب، النهارده اتحاد الكره عين له مدرب، المدرب ده ليه دور، المدرب ده النهارده هو قال ان هو ما يبقاش ليه دور، هو هيجي يقعد والله هو قال مش انا لا هو انا لا مع احترامي لا مع احترامي لاتحاد الكوره لا يعني ايه اللي ملوش دور يعني؟ طب هتحطني ليه يعني النهارده يتعلم. كابتن اسلام انا هرجع بالتاريخ فضل. انا اتفضل. كنت مسؤول عن منتخب مصر في فتره من الفترات. اوكي وجه تهيألي تارديلي يمكن تارديلي الايطالي 2002 الايطالي، وكنت انا مسؤول عن الفتره دي ومسكت منتخب مصر قعدت شهر بيه وكلام من جيتر دي اللي قال لك انا معايا مساعد والراجل بتاع كل مصر الكابتن فتحي مبروك ده راجل ثالث. فكابتن عصام ربنا يديله الصحه قلت له يا كابتن عصام قلت له انا اسف مش هقدر اشتغل لان انا برضو ليا شخصيتي واشتغلت مدير فني واشتغلت عندي خبرتي مش هشتغل انا امسك صفاره عشان احكم عشان اشتغل في تقسيمه اقعد لا يبقى اسم موجود في منتخب مصر موجود. اسف معلش واعتذرت واعتذرت. اوكي فالنهارده لازم اتحاد الكوره لا النهارده يا حبيبي النهارده في دور المدير ده او المدرب ده ليه دور ايجابي كذا وكذا وكذا وكذا. اوكي ولازم فيتوريا عنده قناعه قناعه بالراجل ده. أوكي. لان الراجل ده هيساعده في حاجات كتير جدا. هيساعده النهارده في اختيارات، هيساعده النهارده في التعامل مع اللعيبه. لا بيقول لك انا بعتمد على نفسي وبروح هيساعده النهارده في نقل اللغه مهمه جدا ان انا النهارده مترجم. النهارده بتكلم عربي واللعيب النهارده بوجهه بيفهمني بسرعه. صحيح. غير ان النهارده اجيب واحد مترجم وبعدين المترجم ممكن ما يكونش عنده المقدره على المصطلحات الكرويه او مقدره الشرح اللي يقدر يشرح للعيبه. صحيح. فالنهارده لما يكون عندك مدرب مصري النهارده شخصيته كويسه وبيشتغل كويس وممكن تديله دور يعني ممكن تديله دور مهم جدا في الملعب. أوكي. ممكن تشتغل على الوحده التدريبيه. النهارده مثلا في فراوده في النهارده وسط ملعب في دفاع تشتغل النهارده. فلازم النهارده المدير المدرب بيستفاد ولكن لازم يبقى دور ايجابي. لكن حضرتك مش انا مش متفرج دي لا. انا ما اعرفش هو ما قالش متفرج، هو قال لك انا مش عايز مدرب ولو مدرب جه ما بيقعدش في الدكه بيقعد فوق حتى في الماتشات. حبيبي انا هو انا مش انا هو هو انا برضو يا كابتن اسلام انا النهارده مين النهارده صاحب القرار؟ اتحاد الكوره ولا المدير الفني؟ المدير الفني. المدير الفني صاحب القرار؟ لا طبعا هو اللي قال كده. مين النهارده بيجيب المدير الفني؟ لا انا عندي النهارده ده هيتحط معاك. المفروض يعني مجلس الاداره يبقى النهارده في اجبار على المدير الفني؟ لا في مدير مصري موجود. أوكي. أوكي. ما كل الاجهزه الفنيه في الدنيا بتشتغل مع مدرب مصري. مين النهارده في المديرين الفنيين الاجانب اللي اشتغلوا في مصر كلها ما كانش معاهم مدرب مصري؟ ربنا يكرم ان شاء الله. هات لي واحد اذكر لي انت واحد. لا انا عارف على فكره اصل انا مع الكلام اللي حضرتك بتقوله. طيب. ده يعني انا مع كل الكلام اللي حضرتك بتقوله. يعني ايه ملوش دور؟ المدرب المصري يجب ان يكون له دور. غريب ان ملوش يعني دور مهم وكبير. يعني ايه ملوش دور؟ اقعد على الدكه اتفرج؟ طب افرض انا شايف حاجه سلبيه في ماتش. مش هتقعد على الدكه. افرض حاجه سلبيه في ماتش النهارده اقعد. لا هتقعد فوق ما انت قاعد في المدرجات مش هتعرف توصل. يبقى محلل اداء بقى.
هو ده الكلام اللي لا لا الكلام مش منطقي. وانا لو انا لو انا النهارده مدرب واتحاد الكوره بيحطني وبيديني الاختصاص انت مالكش دور شكرا اوكي شكرا حتى لو صغير في السن حتى لو صغير في السن لا بس ممكن يبقى معاه ايه فايدته ان هو بيتعلم هو كبيتعلم وهو ممكن يكون يعني واجهه لمصر خلال فتره لمصر كلها هترجع لشخصيه المدرب في شخصيه مدرب النهارده هيقبل في شخصيه مدرب ما يقبلش في شخصيه مدرب مدرب اللي يقبل او ما يقبلش ما يقبلش اوكي حضرتك لا انا لا لا بس طبعا بعد العمر ده ما ينفعش مش قصدي لكن قصدي لما يعني لو صغير حضرتك في السن انت صغير طبعا في السن ما انت لازم برضو يا كابتن اسلام لازم النهارده يعني انت النهارده بتهز ثقه المدرب المصري تهزه النهارده يعني انت النهارده حطه ايه حطه مجامله ما نشوفها بقى يعني حضرتك حطه ليه ايه السبب النهارده في حط السين من الناس النهارده مدرب مدرب النهارده يبقى ليه كياني لشخصيتي ليه ادائي ليه شغلي ما يبقاش النهارده مجرد ان انا النهارده اتحط ده ممكن في الماتشات يقول لك لو اني اخليه اقعد في المدرج ما يقعدش معايا وده منطق ما هو ده ما هو ده الحقيقي على فكره طب انا هسالك سؤال يبقى ده منطق انت النهارده بتعتبر تبع جهاز فني ولا مش تبع جهاز فني الجهاز الفني النهارده ليه حق النهارده يقعد على الدكه في المباراه ولا ما عندوش المفروض طيب النهارده الراجل بيقول لك لا والنبي انا مش عايز ده يطلع يقعد فوق طب انت كشخصيه مدرب بتقبلها ما اعرفش عموما هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه يا رب نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه بشكرك جدا يا كابتن فتحي ده انا كابتن سعيد جدا دايما بنتشرف بوجودك في بيتك ودايما كده برنامجك جميل بيتك كبير ودايما الاهلي كبير كده بيتك كبير ان شاء الله كبير بيك وباساطيرنا وبرموزنا ربنا يخليك وانا سعيد جدا كابتن ربنا يخليك ربنا يخليك ومجموعه العمل الجميله اللي معاك والتقارير الحلوه واراء الناس الجميله اللي انا شفتها شرف لينا كابتن تكون معانا شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن فتحي مبروك انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا حلقه جديده من البيت الكبير